السلام عليكم. مقابلة داخلة في برنامج الاستعدادات ديالنا. كاينين ديزانيماسيون تنشيطات اللي كنحاولوا نقلبوا عليهم، دونك اون شيرش لو كونتوني، كنقلبوا على المضمون ديال المقابلات. الحمد لله لو ريزولتا تيجي نتيجة ديال المضمون وديال العمل مزيان. كاينين بزاف ديال الحويجات باقي خصنا نخدموا عليهم، باقيين بعاد فيهم، مي الحمد لله بدينا تنشوفوا شي حاجه كوليكتيف، شي حاجه جماعيه اللي غادي تخلينا نكملوا العمل ديالنا ب اون بون ديناميك، بديناميه مزيانه. الوغ بالنسبه للانتدابات، الحمد لله اوني 80-90% ديال ليفيكتيف. بالنسبه للانتدابات كانوا سيبلي بارابور لشنو كان خصنا، والحمد لله ما بقاش لينا بزاف، قراب نسدو ان شاء الله الميركاتو. التورنوا الويكاند الجاي في بالقصيري، جوبونس بالقصيري، فيه خميسات وسيدي قاسم وبالقصيري وحنايا، وهادي يكونوا واحد 2 ولا 3 ماتش اخرين باش ان شاء الله نبداو الشامبيون ديالنا على احسن وجه. الصراحه النتيجه ماشي هي المهم، انايا بتاتر في ماتش ديال الوداد فاس كنت بلو ساتيسفي في شي حوايج على الماتش اليوم. تنشوف انا المضمون دابا حيت لو ريزولتا فينالمون سي با، كاينين حويجات زوينين، مي في ماتش مثلا الوداد فاس ولا تخنيفره ولا ديال مكناس كانوا حوايج احسن من شي حوايج شفناهم اليوم. دونك خصنا نجمعوا داكشي ديال مكناس وداكشي ديال خنيفره وداكشي ديال تطوان وداكشي اليوم باش نلقاو هذاك لو كونتوني، داك المضمون اللي تنقلبوا عليه، اللي في الماتشات ديال الشامبيونال بالضغط ديالهم بلونجو ديالهم نكونوا في نهارنا. النتيجه ما راضيش على المستوى؟ لا ماشي، ما قلتش ما راضيش على المستوى، قلت كاينين شي حوايج دابا بغيتي تتقلب. دابا حنايا دابا انا هضرت علينا، هضرت على الستاف، هضرت على الجمهور، وغادي نهضر حتى عليكم. صافي دير هاد لو جو دو مو ما كاينلاش. حنا اجوردي المهم هو انه الدراري غاديين في واحد لا ديناميك بوزيتيف، ماشي لي ريزولتا ديال الكره الجماعيه اللي تنقلبوا عليها، والحمد لله هادشي غاديين فيه مزيان. بالعكس هذا ماشي تحت الضغط، حنايا هذا حنا اللي تنقلبوا عليه، حيت عارفين بان الجمهور ديالنا شغوف بزاف و تيحس الكره و تيبغي الكره و تيموت على الكره و تيفهم في الكره، وخصنا خصنا خصنا الدراري ديالنا يحسوا بهذا الضغط، يلعبوا في هذا الضغط باش 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 في الشامبيونه ما يتفاجئوش. حيت اليوم بوتيتر ما عمرش التيران، مي انا جو سي كو في الشامبيونا في ماتشات الشامبيونا التيران غادي يكون عامر، دونك الدراري خصهم يولفوا على هذا الضغط. هذا الميساج ديالي للجمهور هو انه يكملوا في هذا المسانده ديالهم اللي كنحسوا بها، كنحسوا بهم معنا، كنحسوا بهم مورانا. ما نبغيش نقول لهم بانه حنا واجدين، حنا باقي ما واجدينش، هذا ميساج تنقولها لهم، حنا باقيين بعاد على داكشي اللي تنقلبوا عليه. مي يكملوا في المسانده ويكونوا بعقلهم وبرزانه كما كنحاولوا الدراري يكونوا بعقلهم ومرزنين. كستاف تنطلبوا منهم العقل والرزانه، غادي نطلبوا شي من الجمهور العقل والرزانه، وان شاء الله كاملين يد في يد غادي نمشيو للمبتغى ديالنا.